احمد فتوح وعبد الله جمعه لاعبا فريق نادي الزمالك غابا عن تدريب الفريق الجامعي امبارح على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وبيواصل الزمالك تدريباته الجماعيه في اطار الاستعداد لمواجهه الاتحاد السكندري واللي هتتلعب يوم الاربعاء الجاي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله 13 من مسابقه الدوري الممتاز. المسؤولين في النادي الأهلي قرروا أن يوم 28 يناير اللي جاي هيكون ميعاد سفر الفريق للمغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. فريق كرة سلة سيدات الأهلي فاز على الزمالك بالنتيجة 122-52 بفارق 70 نقطة في منافسات الجولة الثالثة من ذهاب دوري السوبر سيدات في اللقاء اللي اتلعب على صالة الأهلي بالجزيرة. وفريق برشلونة الإسباني فاز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله عثمان ديمبلي في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني، وبالنتيجة دي برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد هيكون في المركز الخامس برصيد 27 نقطة. اتأهل فريق مانشستر سيتي للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، ده بعد فوزه على فريق تشيلسي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة الموسم الحالي، وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من المباراة، وأضاف الأرجنتيني جوليان أفرايز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 29 من المباراة، وسجل فيل فودن الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 38 من المباراة، واختتم رياض محرز رباعية فريق مانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة. فريق نابولي فاز على سامبادوريا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2022-2023، وبالنتيجة دي بيتصدر نابولي ترتيب الجدول الإيطالي ب 44 نقطة، وبيتوقف رصيد سامبادوريا عند 9 نقاط في المركز 18. حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قمة الجولة 17 من الدوري الإيطالي بين فريقي إي سي ميلان وروما في المباراة اللي اتلعبت امبارح، وبالنتيجة دي رفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، فيما رفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس. كمان نادي أمبولي تعادل مع لاتسيو بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعنا وشاذلي على كشان نكمل معكم باقي فقرات. صباح الخير يا مصر.